أمهات وتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا مع اختبار متوقع للفصل الأول في مادة اللغة العربية. تابعوا معي للأخير، سأشرح لكم بالتفصيل وسأضع لكم اختبارات مستمرة في السنة الثالثة. أولا النص، على التلميذ أن يقرأ النص جيدا حتى يتمكن من الأجوبة عن الأسئلة. تلقيت بطاقة دعوة بمناسبة عيد ميلاد صديقي محمد. زينت البطاقة بالورود وصورته الأنيقة، وعندما جاء اليوم الموعود تحمست كثيرا وأحسست بالبهجة والفرحة والسرور. لبيت الدعوة وتوجهت إلى بيته الذي كان مزينا بأفخر الأفرشة وأجمل الأثاث والبالونات والهدايا والروائح الزكية التي تعبق الجو. استقبل صديقي المدعوين بوجه باسم مرتديا ملابسا تقليدية من تراثنا الجزائري. قضينا يوما ممتعا برفقته، ولما انتهت الحفلة منحه جميع الأصدقاء والصديقات هدايا رائعة. ما هو عنوان النص؟ أوضع عنوانا مناسبا للنص. إنه يتحدث عن عيد الميلاد. الطفل إذا فهم النص جيدا سيجيب بعيد الميلاد. ما هي المناسبة التي يتحدث عنها الكاتب؟ على ماذا نتحدث؟ نتحدث عن عيد الميلاد، عن حفلة عيد الميلاد. ماذا ارتدى محمد في هذه المناسبة؟ ماذا ارتدى محمد في هذه المناسبة؟ مرتديا ملابس تقليدية من تراثنا الجزائري. إذن ملابس تقليدية من تراثنا الجزائري. أكمل الجدول. ما معنى الفاخرة؟ ما معنى الفاخرة؟ وثم توظيفها في جملة. إذن الجميلة توظيفها في جملة: أرتدي ساعة فاخرة. الفاخرة الجميلة على مستوى تلميذ السنة الثالثة، أو صحيح أيضا أن نقول الثمينة. أرتدي ساعة ثمينة أو فاخرة، كلاهما صحيح. هات من النص ضد كلمة الكريهة، عكس الكريهة. يبحث في النص: الزكية عكس الكريهة هي الزكية. استخرج من النص جمع مذكر سالم. كيف نعرف جمع المذكر السالم؟ هو الذي ينتهي بواو ونون أو ياء ونون. المدعوين، المدعوين ينتهي بياء ونون. جمع مؤنث سالم هو الذي ينتهي بألف وتاء. نبحث في النص: الصديقات اسم فاعل يكون على وزن فاعل. باسم، باسم فعل. تلقيت، جاء، تحمست، لبيت، كل هذه أفعال. استقبل، نكتب جاء. اسم مذكر محمد، محمد.
اسم مؤنث، بطاقة، هذه بطاقة. أكمل بساء أو سوف. قال محمد: أستقبل ضيوفي بكل بشاشة وأجعل الجميع سعداء. في المستقبل القريب نضع سا. سأستقبل ضيوفي بكل بشاشة وسوف، مستقبل بعيد قليلا، أجعل الجميع سعداء. حول من المذكر إلى المؤنث. استقبل المدعوين مرتديا ملابسه التقليدية. إلى المؤنث نقول: استقبلت، استقبلت المدعوات مرتدية ملابسها التقليدية. اكتب التاء المناسبة، تاء مفتوحة أو مربوطة. اجتمعت الصديقات، مفتوحة لأنه جمع مؤنث سالم، والقريبات، مفتوحة لأنه جمع مؤنث سالم، في بيتي، تاء مفتوحة لأنه ثلاثي ساكن الوسط، عشية، تاء مربوطة لأنه اسم مفرد مؤنث، الحفلة، تاء مربوطة لأنه اسم مفرد مؤنث. الآن الوضعية الإدماجية سنحلها من هنا. الوضعية الإدماجية في السنة الثالثة هي ستكون في ترتيب أحداث قصة. دوما نعين في المقدمة أين هو العرض وأين هي الخاتمة. نقرأ الفقرات ثم نكتب أين المقدمة، أين العرض وأين الخاتمة. عندما حل اليوم الموعود توجهت إلى بيت صديقتي رفقة كوكبة من رفيقاتي، فوجدناه مزينا بأفخر الأفرشة وأجمل الزرابي، وكانت صديقتي تجلس وسط زحمة المدعوات المتزينات بأجمل الحلي والحلل، مرتدية لباسا تقليديا من تراثنا الجزائري. وعندما أحضرت الأم كعكة عيد الميلاد التف الجميع حولها يرددون الأغاني تغمرهم الفرحة والبهجة والسرور. وفي نهاية الحفل قدم لها الجميع هدايا رائعة وقالوا لها: بشراك، وهناك يوم ميلادك. تلقيت بطاقة دعوة بمناسبة عيد ميلاد صديقتي ملاك، فلبيت طلبها بكل فرح وسرور. بعد قراءة هذه الفقرات نستنتج بأن هذه هي الأولى، هذه التي تكون المقدمة. هذه التي نبدأ بها، تلقيت بطاقة دعوة. التي تكون بعدها هي هذه، عندما حل اليوم الموعود. إذن هذا هو العرض. وفي النهاية، لأن توجد كلمة نهاية، هذا يدل على أنها الخاتمة. إذن بهذا الشكل أكون قد شرحت لكم هذا الاختبار. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. وبالنسبة لتلاميذكم اقرأوا، وأولادكم اقرأوا لهم الكثير من القصص حتى يثري رصيده اللغوي، كذلك يتعرف على مفردات جديدة وينظم التعابير بشكل والقصص بشكل رائع. في أمان الله.